خلينا نعمل السبع بهارات، ايه رأيكم؟ يلا بينا. دور السبع بهارات ولا دي بهارات ايه؟ الشوي. طيب تعالوا نعمل السبع بهارات. حاطينهم فين يا حبايب قلبي؟ بهارات الفراخ اهم، السبع بهارات اهم، هم دول. يلا بينا. فلفل اسود، وكبابة صيني، روزماري، زر ورد، عود قرفة، زنجبيل، خولنجان. وهنتكلم عنه بيبقى فين، موطنه فين، وكمان فوائده ايه، وبيستخدم في ايه. حبهان، جوزة الطيب، قرنفل، كزبرة، ورق لورا. شايفين الجمال؟ احنا اتكسر لنا شوية من الخولنجان هنا اهو عشان بس يستحمل اهو. شايفين الخولنجان ده؟ الخولنجان عشان تبقوا شايفين شكله حلو الكلام. وادي جوزة الطيب، عايزين بس نكسر دي كمان بعد اذنكم. جوزة الطيب الحلوة دي، هناخد بقى التوابل الحلوة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالوا نروح هنا عند الطاسة بتاعتنا اللي بن ايه بنحمص فيها الحلاوة دي. هناخد الحبهان. سبع بهارات دي من اهم التوابل يعني الاساسية في حياتنا حقيقي. ادي القرفة، العود، وبعدين الروزماري، كزبرة الحب، والورق اللورة، يا حبايب قلبي ان شاء الله بفضل الله، زر الورد، كبابة الصيني، فلفل الأسود، كزبرة، هاخد بقيت بس الروزماري ده مهم قوي، القرفة الحلوة دي، بقيت الكزبرة، هسيب دول كده، والخولنجان هاخد منه واحدتين اهو. عايزة اقول لكم بيقلل من تهيج المعدة والحموضة، مهم للغثيان والقيء جدا، بيحسن الذاكرة قوي. عايزة اقول لكم كمان من الحاجات اللي بتقلل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، بيعالج الاسهال، بس برضو كتره مش حلو. طب بيدخل في ايه بقى في الأطعمة، وبيدخل في ايه فوائده، بيدي طعم حلو، بيعمل ايه؟ بصوا عايزة اقول لكم زر الورد ده بنعمل بيه حاجات كتير قوي، بنعمل منه ريحة الكحك، وبنعمل منه الجيلي والمربى والمثلجات والحلويات كلها، ويدخل برضو زي ما انتم شايفين كده في التوابل. عايزه اقول لكم بيتعمل في المخمريه اللي بيتعمل بيها الجسم، بيبقى رائع. تسلم ايديك. هاخد بس ايه جوزة الطيب، معلش عشان جوزة الطيب دي مهمه بالنسبه لي، ناخد الجزء اللي بينها عشان جوزة الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى نبطبط بس الايه ورق اللورة ده. تقدروا كمان تطحنوا شويه ورق لورا لوحده لو حابين، وحبهان لوحده للشربات. جوزة الطيب دي من الحاجات اللي بتساعد على علاج الارق لاسترخاء الى حد ما، بس قليل منها، وحلوه جدا لرائحه الفم الكريهه زي القرنفل، وعارفين مفيده جدا للكبد على فكره علشان تبقوا عارفين يعني. هدي ده هنا. هاخد بقى، خدنا الخولنجان والحاجات، هناخد من هنا باقي المكونات اللي هي بس نص ونص ونص. نزلوا تاني المقادير وانا شغاله يا حبايب قلبي عشان اصدقائنا يعرفوا احنا بنعمل السبع بهارات.
اهم حاجه فيهم زر الورد زي ما قلت لكم. زر الورد، كبابه الصيني، حبهان، الورق اللورا، اسفه، الكزبره، الكمون، نضيف بقى الباودر الغامق ده بعد ما نخلص عشان الكميه بتاعته اتملت. طبعا هنشيل الخولنجان ده في جنب هنا لما نحتاجه، وهبدا بقى اجهز بوله تانية نحط فيها، ماشي، نحط فيها هنا يا روح قلبي بقيه الحاجات اللي احنا عملناها دلوقتي. طبعا لازم يكون البرطمان نقي ومعقم، وما تحطوش وهو لسه سخن وتقفله عليه يكون فيه بخار طالع منها، والا هتبوظ وهتعفن. ماشي، الريحه مش قادره اقول لكم، بس من الايه التوابل الزياده اللي هنا، وهنقلب. ما شاء الله. وهناخد السبع بهارات. ادي السبع بهارات، يلا بينا نستسمح بقى حضراتكم. هنطلع لبريك ونرجع بعد البريك نكمل الوصفات الحلوه الاساسيه اللي احنا في انتظارها دلوقتي. بعد ما نرجع من الاستراحه نبدا في بهارات السمك وبهارات الشوي الجميله اللي كلنا بنبقى حابينها، حاجه سهله وسريعه، ونشوف هنعمل ايه بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم.